النهاردة هنعمل كوكيز أو كيك معمولة بكوكيز التفاح، وهيكون فيها كمان حشو دولسي ديلاتشي. ودلوقتي نبتدي بمقادير الكوكيز اللي هنعملها، شوية شبه السينابون أو السينامون رولز، هنحشيها ونلفها. المقادير بتاعتها 460 جرام دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة ملح، 240 جرام زبدة، 200 جرام سكر، 1 بيض، 1 معلقة كبيرة لبن، 1 معلقة صغيرة فانيليا. بالنسبة للحشو اللي هو هنحطه جوه الكوكيز، عندنا 4 معالق كبيرة زبدة، 100 جرام سكر، 2 معلقة صغيرة قرفة. بعد كده عندنا الكوكيز اللي هتكون محشية بالدولسي ديلاتشي أو اللبن الحليب المحلى المكثف اللي هو بنسيبه على النار حوالي 4 أو 5 ساعات لحد ما يبقى بالشكل ده. عندنا 240 جرام زبدة، عندنا 150 جرام سكر، 50 جرام سكر بني ناعم، نص معلقة صغيرة ملح، 100 مليلتر عصير تفاح، 2 بيض، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة، و 360 جرام دقيق. وطبعا عندنا الدولسي ديلاتشي اللي هنحشي بيه. احنا عاملين حوالي 4 علب دولسي ديلاتشي، هنستعمل اللي احنا عايزينه، والباقي ممكن نستعمله في ان احنا نحط طبقات الكيك مع بعض، لان زي ما احنا شايفين ما فيش هنا لا فروستنج ولا اي حاجة، فهيكون الدولسي ديلاتشي هو اللي هنستعمله كفروستنج يعني. بعد كده عندنا فطيرة الكوكيز بالتفاح، عندنا 240 جرام زبدة، 50 جرام سكر بني، 200 جرام سكر، نص معلقة صغيرة ملح، 2 بيض، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 3 معلقة صغيرة قرفة، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 معلقة كبيرة نشا، و 360 جرام دقيق. وآخر حاجة عندنا الحشو بتاع الكيك التفاح اللي هنعملها، هيكون 120 جرام زبدة، 6 تفاح، يفضل يكون أخضر لأن التفاح الأخضر ما بيتهراش بسرعة على النار، 140 جرام سكر بني، 1 معلقة صغيرة قرفة، 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، 4 معلقة كبيرة عصير تفاح، 3 معلقة صغيرة ملح، 4 معلقة صغيرة نشا. أوكي، هنبتدي بأول حاجة اللي هي الكوكيز اللي هتكون عاملة زي اللفائف، وهحط الزبدة مع السكر وابتدي أضربهم مع بعض، وهحط بقية المقادير الجافة مع الدقيق والفانيليا مع البيض. هسيب الزبدة تتضرب شوية مع السكر لحد ما الملمس بتاعها يبقى كريمي، وممكن نبتدي نحط حشو التفاح على النار. أنا عايزة أبتدي أكرمل السكر، وده سكر بني ناعم، فهحط كله على النار وهسيبه يدوب، وبعد كده يبتدي يتكرمل شوية. دلوقتي أقدر أحط البيضة، هنزل ودلوقتي هحط الدقيق، البيكنج باودر، الملح وشوية اللبن. أوكي، كده خلصنا أول عجين، ودلوقتي نبتدي نعمل الكوكي. وهنحط معاه السكر الأبيض والسكر البني، هحط الفانيليا مع البيض، وكل المقادير الجافة مع الدقيق. دلوقتي احط البيض
اوكي انا محتاجه بس انزل الزبده اللي في اللي لزقت في الكف وفي الجناب واسيبها تتضرب شويه كمان عشان تختلط ببعض. اوكي دلوقتي اسيبهم. ودلوقتي احط المقادير الجافه وعصير التفاح. واروح ابص على السكر. اوكي وكده عندنا تاني عجينه جاهزه. هحط نص عجينة اللي معمولة بعصير التفاح الكوكي. وهجيب شوية من الدولسي ديلاتشي نحشي بيها. وبعدين هنحط الباقي فوق الوش. انا هسويها شويه الاول. عندي كده خلاص السكر بقى جاهز. هحط معاه الزبده هحط معاهم التفاح. بالتالي ياخد دي اسهل. ودلوقتي هحط السوائل عشان عايزه ادوب معاهم النشا. وبالمره ممكن احط كل كمان المقادير الثانيه القرفه والملح ندوبهم مع بعض ونضيفهم على التفاح. التفاح هيبتدي ينزل ميته وبعد كده يرجع يتشرب الميه تاني. وهنسيبه مش عايزينه يطرى على الاخر، مجرد بس ان هو يبتدي يستوي. انا عايزاه نص سوا علشان حلوه لما يبقى في التفاح فيها سنه قرمشه كده واحنا بناكله. وانا مجرد فردتها بس على ورق زبده. ودلوقتي بخلط ثلاث مقادير اللي هيكونوا الحشو، اللي هما السكر البني والقرفة والزبدة. الزبدة طبعا هتكون مذابة. اوكي ادي العجينة مفرودة. بعد كده بنحطه على العجين ونفرده على العجين. من ناحية بنوصله للآخر، الناحية التانية بنسيب حتة هنا عشان يقفل معانا بسهولة. اوكي ودلوقتي هبتدي ألفهم. بيبقى أسهل كتير لما بنستعين بالورقة وبنلف أول جزء بالشكل ده. اوكي وأرجع تاني ألفه بالشكل ده. عندنا لفائف القرفة. هجيب سكينة وهبتدي أقطعهم. وده زي ما احنا قلنا ده كوكيز، العجينة كوكيز مش عجينة لفائف القرفة أو السينمون رول اللي احنا متعودين عليها. هيطلع مخرفش لأن هو زي البسكوت مش عجينه زي الناعمه يعني. اوكي وهنبتدي نرصهم في القالب. وده هو اللي هيكون القاعده بتاعتنا لان ده هيكون زي البسكوت
مخرفش كده، هو ده اللي هيشيل الكيك اللي هي عبارة عن نوعين من أنواع الكوكيز اللي هي بتبقى طرية شوية، نص طرية يعني. الطبقة اللي هي هتكون القاعدة بتاعت الكيك أو الكوكيز. ودلوقتي نعمل آخر طبقة اللي هي هتكون طبقة كوكيز، ولكنها طبقة كوكيز سادة، ودي اللي هنحط عليها التفاح اللي عملناه مع بعض قبل الفاصل. اوكي، هضرب دول مع بعض، بعد كده هحط معاهم البيض والفانيليا واحدة واحدة، وبعدين كل المقادير الجافة. اوكي، انزل كل الزبدة اللي في الجناب واحط بيضة اوكي والفانيليا، ابتدي اخفقهم وبعد كده هزود البيضة التانية. ودلوقتي احط كل المقادير الجافة وأخلطهم مع بعض. هشكلها كده بإيدي لأني عايزة أحط التفاح في الجزء اللي هيبقى جوه ده بعد ما تطلع طبعا من الفرن التفاح. اوكي، كده احنا جاهزين، هندخلهم الفرن على 170 وهيقعدوا حوالي نص ساعة. ودلوقتي زي ما احنا شايفين عندي الثلاث طبقات بتوع الكيك، دي اللي هي شبه السينامون رولز زي ما احنا شايفين، الحشو باين فيها بالطريقة اللفائف زي ما احنا عملناها. وبعد كده عندي اللي هي محشية دولسي دلاتشي اللي هي دي، ودي اللي هي زي ما احنا شايفين فيها انخفاض كده شوية في النص، دي اللي هنحط فيها التفاح. هبتدي باني احط شوية من الدولسي دلاتشي. احنا كنا عاملين 4 علب، والـ4 علب حشينا بشوية منهم الكوكي دي، والباقي قلنا هنزين بيه ونلزق بيه الكيكة مع بعضها. اوكي، وهحط برضو فوقها. وبعدين هنيجي لآخر طبقة وهنحطها هنا. دلوقتي أجيب التفاح اللي جهزناه وأحطه في